الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض، أوصيكم ونفسي بأداء ما استطعتم من النوافل. هذه الثلاثة بلا ريب ستُسأل عنها يوم القيامة، وعلى أساسها سيذهب أناس نحو اليمين، وسيذهب أناس باتجاه آخر. الوقت مناسب جداً لمن كان منا مقيماً على الحرام أن يتوب، أن يستغفر، أن يرجع، أن يندم، أن يؤوب إلى الله عز وجل. الوقت مناسب جداً لمن كان منا مقصراً بالفرائض أن يستأنف من جديد ويقضي ما فات، ثم أدي من النوافل ما استطعت. هذه الثلاثة هي تقوى الله تعالى على مستوى الفرد: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. ثم التقوى على مستوى المجتمع: أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سلمت وسلمنا، وإذا قلت ما لي علاقة، وإذا قلت ما بخصني، وإذا قلت الحمد لله أنا آمن في بيتي مع أهلي، ستؤذي نفسك وستؤذينا، لأن المنكر عندما يشيع سيتضرر منه الجميع. فتعالوا يا أيها الإخوة، نضبط التقوى على مستوى الفرد، ثم نضبط التقوى على مستوى المجتمع. هناك أنت إن عشت عشت حميداً، وإن مت مت حميداً. حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال ابن كثير في تفسيره: قد أفلح من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. أخرج الترمذي بإسناده عن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وأخرج عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. عنوان خطبة اليوم: الأدب مع الله تعالى. أيها الإخوة، في السير إلى الله تعالى يمر السالكون بمنازل، في السير إلى الله تعالى يمر السالكون بمنازل، منزلة تلو الأخرى تجتمع حيناً وتتتابع حيناً آخر. بعض هذه المنازل يمر بها السالك فيقطعها ثم يتجاوزها إلى غيرها، وبعض هذه المنازل يمر بها ويصطحبها معه طيلة سيره إلى الله. ومن منازل السائرين التي يصطحبها معه طيلة سيره وسلوكه، ولو تركها لرد من حيث جاء
منزلة اسمها منزلة الأدب، مستحيل أن تخطو خطوة إلى الله تعالى من دون أدب، مستحيل أن تتجاوز مرتبة الأدب وأنت في سيرك إلى الله تعالى. مع كل خطوة أدب، وفي كل منزلة أدب، ومع كل نفس أدب. اعتنى علماء الإسلام بالأدب وصنفوا فيه مصنفات كثيرة، وكل طائفة من العلماء يجذب الأدب إلى علمه. فأهل القرآن الكريم قالوا إن الأدب معنا ومنا، وجعلوا آداب حامل القرآن واحداً من علوم القرآن الكريم، وخافوا على من تلا القرآن أو حمله أو حفظه أو عمل به أو علمه أن يفارق الأدب، لأن هلاكه بقلة أدبه. صنف الإمام النووي كتابه المشهور التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب كامل يحدثك عن الأدب في حمل القرآن الكريم. وجاء أهل الحديث وعدوا الأدب نوعاً من أنواع علوم الحديث. إذا أردت أن تدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تحفظه، إذا أردت أن تعلمه، إذا أردت أن تقرأه، إذا أردت أن تعمل بما فيه، إذا أردت أن تبلغه لغيرك، لابد من الأدب. ويخشى على حامل الحديث أن يسيء الأدب، فإن هلاكه في سوء الأدب. كتب ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة المعروفة بمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، قال: النوع 27 معرفة آداب المحدث، والنوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. إذا كنت شيخ حديث لك أدب، ذكروا هذه الأدب، وإذا كنت طالب حديث لك أدب، وعدوا هذه الأدب. جاء أهل الفقه وقالوا: الأدب لنا ومن علومنا وفنوننا، وجعلوا الأدب جزءاً من علوم الفقه، وخافوا على الفقيه أن يكون سيء الأدب، فإن هلكته في فقهه مع سوء الأدب، وخافوا على المستفتي أن يكون سيء الأدب. أدخلوا الأدب في مصنفاتهم، بل وأفردوا بالتأليف حديثاً طويلاً عن الأدب، صنفوا كتباً منها آداب المفتي والمستفتي. جاء أهل اللغة العربية وجعلوا الأدب عنوان هذه اللغة، حتى سموا علوم اللغة قاطبة الأدب العربي. إذا حدثتك عن الأدب العربي فأنا أحدثك عن النحو، وأحدثك عن البيان، وأحدثك عن العروض، وأحدثك عن البلاغة، كل هذه تسمى الأدب العربي. سميت الكليات والفروع الجامعية المختصة بتعليم اللغة كليات الآداب. جاء أهل التربية الروحية وجعلوا الأدب عنوان حياتهم ومخطط سيرهم وتعليمهم وطريقة تربيتهم للمريدين، فكانوا يتحدثون عن أدب السالك مع ربه، وأدب المريد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدبه مع إخوانه، وأدبه مع والديه، وأدبه مع معلميه، وأدبه مع سائر المسلمين، وأدبه مع غير المسلمين، وأدبه مع نفسه. قال الحسن البصري: كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. نحن هلأ أبنائنا بيطلعوا بيساووا دبلوم خارج البلد أو ماجستير أو دكتوراه، بيجيبوا بورد، بس هم كانوا يذهبون شان ياخذوا بورد في الأدب، ماجستير في الأدب، شهادة بعد شهادة. قال سفيان الثوري: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك. قبل ما يأخذ العلم لازم يتعلم الأدب، لازم يتعبد. قال مالك بن أنس: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه.
قال رويم لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. قالوا: إن الأدب لا يرفع المملوك فيجلسه في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتهوي بالرجل العلي إلى مكان دني. الأدب مع الله تعالى. أيها الإخوة، الأدب هو إصلاح الأقوال والأفعال والأحوال وفق ما جاء في القرآن والسنة وتعارفه أولو الألباب. الأدب أن تصلح قولك وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو العقول الراجحة. الأدب أن تصلح أفعالك وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب. الأدب أن تصلح أحوالك وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب. الأدب هو إصلاح الأقوال والأفعال والأحوال وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب. أي فعل يوافق القرآن والسنة أدب، أي فعل يخالف القرآن والسنة سوء أدب. وثمة فرق بين الخلق والأدب. ما الفرق بين الخلق العالي والأدب العالي؟ ثمة فرق بين الخلق والأدب، وإن كان كل منهما يكمل الآخر. فالخلق هيئة راسخة في النفس، منها تنبعث الأخلاق الحميدة. أما الأدب فهو أعمال وأقوال شرعها القرآن والسنة أو تعارفها النجباء، يتكلفها المرء ليتزين بها. فالخلق ينبع من الداخل، أما الأدب فهو تكلف من الخارج، وكل منهما يكمل صاحبه. فالخلق كالحياء والحلم واللطف ينبع من الداخل وينعكس سلوكا، أما الأدب كآداب النوم وآداب الطعام وآداب الاستئذان وآداب المناظرة. فالخلق ما نبع من الداخل والأدب ما جاء من الخارج. والأدب أربعة: فأدب مع الله، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع خلقه، وأدب مع النفس. وهذه الأربعة هي عنوان خطب أربعة ستأتيكم تباعا إن شاء الله تعالى. أدب مع الله، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع خلقه، وأدب مع النفس. عنوان خطبة اليوم: الأدب مع الله تعالى. حسبك في الأدب مع الله تعالى أن تطلع وتطالع القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتجدهما عامرين بالآداب قائمين بها. أولاً في القرآن الكريم، تأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، تأمل خطابهم لرب العالمين وسؤالهم منه، لتجد أحوالهم وخطابهم وسؤالهم مشحوناً بالأدب قائماً به. فهل أهل الكمال في الأدب مع الله تعالى إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ اسمع إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما يعرف بربه فيقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين، حفظاً للأدب مع الله تعالى. قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل: لم أقله. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال سيدنا آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقل ربي أنت قدرت علي الذنب وقضيته، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. قال سيدنا أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل مسستني بالضر وأنت أرحم الراحمين، ومع أن مرضه كان شديداً لم يقل أنهكني الضر، بل قال مسني الضر، والمس هو الإصابة الخفيفة. قال سيدنا يوسف لأبيه وإخوته هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يقل وضعني في السجن، فذكر نعمة الإخراج ولم يذكر فتنة الإدخال، مراعاة للأدب مع الله تعالى. ثم إنه قال أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من الجب، حفظاً للأدب مع إخوته لكي لا يخجلهم ويذكرهم بما فعلوه معه بإلقائه في الجب. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن وسوس الشيطان لإخوتي، إخوته الذين آذوه هو ما فعل شيئاً، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن وسوس الشيطان لإخوتي. قال الخضر عليه السلام في السفينة فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها، فأضاف العيب إلى نفسه فأردت أن أعيبها، بينما أضاف الخير الذي فعله مع الغلامين إلى الله تعالى، فقال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال مؤمنو الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلم يقولوا أشر أراده الله تعالى بمن في الأرض، ولكن جعلوا الشر مبنياً للمجهول، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فكمال الأدب أيها الإخوة مع الله تعالى تجدونه في القرآن الكريم على ألسنة أنبياء الله تعالى الكرام وعلى ألسنة الصالحين، ليتعلم أحدنا إذا قرأ القرآن وشاهد أحوال المؤدبين مع حضرة الله تعالى، ليتعلم الأدب مع الله تعالى في أقواله وأفعاله وأحواله. أما الأدب في السنة المطهرة مع الله تعالى، فتجدون الأدب العالي في تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حضرة الله سبحانه وتعالى. فمن الأدب مع الله تعالى في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خالياً لا يراه أحد، إجلالاً لله تعالى وتعظيماً له وحياءً منه وأدباً معه. أخرج الترمذي عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك. قال الرجل يكون مع الرجل؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال الرجل يكون خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. أدب مع الله وإجلال. ومن الأدب مع الله تعالى في السنة أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه، قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال
كان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له. وكم كانت أمهاتنا يعتنين بالأولاد الصغار فينظفنهم ويلبسنهم أحسن الثياب إذا أرادوا الذهاب إلى صلاة الجمعة. وكم رأينا من أمهات تطيب ثوب صلاتها وسجادة صلاتها ولا ترضى لأحد أن يمس الثوب والسجادة بما لا ينبغي أدبا مع الله تعالى. ومن الأدب مع الله تعالى نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. قال العلماء: هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا رأسه خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق، إذ من الأدب مع الملوك أن الملوك بين أيديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه. ومن الأدب في السنة مع الله تعالى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أثناء الركوع وفي أثناء السجود. منهي أن تقرأ القرآن وأنت راكع أو وأنت ساجد، لأن القرآن هو أشرف الكلام وهو كلام الله، وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل بين يدي الله تعالى، فمن الأدب مع كلام الله تعالى ألا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام به أولى. من الأدب مع الله تعالى ألا تستقبل بيته وألا تستدبره عند قضاء الحاجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وجزى الله تعالى مهندسين خيراً، فإنهم يراعون هذا في تصميم بيوت قضاء الحاجة في أثناء عمارهم وإنشائهم. من الأدب مع الله تعالى السكون في الصلاة وعدم الالتفات يمنة ويسرة. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وروى عبد الله بن المبارك بإسناده: سئل عقبة بن عامر عن قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: الذين أهم الذين يصلون دائماً؟ فقال: لا، ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. وفسر الدوام بسكون الأطراف والطمأنينة. من الأدب مع الله تعالى أن تنفق من أحب المال لديك أو من أوسطه، وأن تطيب به نفساً، وألا تنفق من أسوأ المال، لأن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد المسكين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيها الإخوة، هذه نفحات من أدب القرآن الكريم مع حضرة الله تعالى، ومن أدب سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، لكنه يصل بالأدب مع الله إلى الله تعالى. إن العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، لكنه يصل بالأدب مع الله إلى الله تعالى. ومن صاحب الملوك بغير أدب أسلمه إلى الطرد. قال يحيى بن معاذ: إذا ترك العارف أدبه مع ربه فقد هلك مع الهالكين. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. فما استطعتم أن تجتهدوا بالأدب مع الله تعالى في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم فكونوا، والقرآن الكريم خير معين لكم، وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبة المؤدبين
اللهم ارزقنا الأدب معك، وارزقنا الأدب مع كتابك، وارزقنا الأدب مع أنبيائك ورسلك، وارزقنا الأدب مع سائر خلقك. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.